طيب احنا عايزين نتكلم عن مستقبل ولادنا في قادرون باختلاف، نقدر ازاي نساعدهم من وجهة نظرك ومن خبرتك؟ طبعا حضرتك مسؤولة عن إدارة مهمة جدا، والإدارة دي معني بيها ملف مهم زي ده، حضرتك نقدر نقدم لهم ايه في المستقبل؟ نقدر نساعدهم ازاي؟ حضرتك زي ما ذكرت انه احنا لازم نسمعهم، فالبرنامج والحلقات اللي فاتت دي كلها في فريق عمل جبار قاعد بيحلل وبيرصد كل الاحتياجات وكل الطلبات وكل الطموحات وكل الأحلام وكل المعوقات وكل الطلبات اللي هم طلبوها، عشان نقدر ان احنا نمسك كل حاجة منها على حدة ونشتغل عليها. بصراحة في حاجات صغيرة جدا لو اتعملت هتساعد ولادنا وتريحه طبعا. يعني احنا حكينا في حاجات كتير، ولكن لما لقينا ان في او الموضوع يستحق ان احنا نخصص له حلقات منفصلة ونقعد نتناقش معهم فيها ونخش في تفاصيل، لان لما نريح واحد احنا في حقيقة الامر احنا هنريح اسرة الاف واسر كاملة واسر والاف طبعا. لان المشكلة اللي بتواجه احمد سليمان هتبقى بتواجه ناس كتير مع احمد سليمان. فانا بقول احنا عندنا في مصر من 12-14% من قادرون باختلاف، يعني بنتكلم في ملايين. الحقيقة فرق العمل اللي شغالة على تحقيق المتطلبات القريبة والبعيدة، يعني زي ما حصل في بداية البرنامج حضرتك قلت لي بيجوا من مسافات بعيدة ومن الأقاليم محتاجين وسيلة مواصلات، ده كان رد فعل تلقائي وسريع انه الزملاء في البنك قدموا المساعدة المطلوبة في حينها وطلعت الأوتوبيسات عشان تجيبهم الأماكن اللي هما فيها. في حاجات مكسب في الحقيقة قريب. أنا عايز أشكرهم، عايز أنتهز الفرصة وأشكرهم فعلا. طبعا أستاذ حنان، أستاذ إسلام، طبعا يعني بشكركم على مجهود. عملوا مجهود مش عادي، بدليل إن الموسم خلص، وبصراحة لما بيبقى في مشاكل المشاكل بترجع لي، فأنا بعترف إن أنا ما حسيتش بمشاكل، يعني ده معناها إن كان في مجهود غير عادي بيتعمل. وطبعا ما ننساش ولاء الجندي المجهول قاعد في الكنترول روم، هي الحقيقة ولاء من الزملاء في البنك الأهلي من فريق التسويق هي يعني الحقيقة عملت مجهود كبير معانا هي، وطبعا والأستاذة حنان. أستاذة حنان أنا بشكرك على حجم المجهود وحجم التركيز، لأن الحقيقة ممكن مجهود يتعمل بدون تركيز، ولكن احنا كنا محتاجين نركز سوا مع بعض عشان نقدر نلم مشاكل كتير بهدوء، وقد كان. وده الحقيقة يعني أنا عايز أشكر زملائنا في الفروع وفي البنك الأهلي، لأنه إذا كان ده أداء قطاع التسويق فده أداء كل الزملاء في البنك الأهلي، إن هما بيشتغلوا بقلب وبيشتغلوا بإيمان قوي جدا بالقضية وبالهدف اللي هما بيشتغلوا ليه، فأنا بشكرهم كلهم على أدائهم المتميز، لأنه لولاهم ما كناش هنقدر نبقى موجودين هنا النهاردة وبنشارك في برنامج العبارة. ما هي كله بيكمل بعضه علشان المنظومة تنجح ويبقى فيه ريادة، الريادة مسؤولية صح؟ احنا بندعوكم تشرفونا في البنك الأهلي عشان تبقى زيارة للمركز الرئيسي. احنا عندنا فرقتين وعندنا مدير فني لكل فريق وعندنا أفضل لاعب وعندنا اللاعب المثالي، يعني احنا عندنا مجموعة حلوة جدا. بيبقى فيه دعوة برضو لزيارة البنك الأهلي المصري؟ بص البنك الأهلي المصري زي برنامج العبقرة كده، زي الاستوديو بتاعنا، بابه مفتوح ليك يا احمد يا طارق في اي وقت. يا ريت يعني كفايه برضو بشكر البنك الاهلي المصري على دعمه باختصار للبرنامج برضو برنامج العباقره قادرون باختلاف. بص يا احمد انت محدش بيقدر يرفض لك طلب، فاهلا وسهلا بيك.